بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرتا كبلا بيا مهدنق أن نسو جيدين أيوه قدومية شلوضة أقل بارلمان كصوماليا ولالهن هل كان يسوغو يميد وحا أن دون جاينا نعبره وحا قلبي جايجا كجر أولا فرحد حانكو فرح سنهي وحن كفر أحسن هاي فرصة ما أنت ليسي هي يعني كفر أحسن إن النقطة ما تحويني أوري إلا بدي قبل لا بدي قلة أي كم ارتقى ذي تايد لا بدينا إن أن سيد الله يشرفي إن أن كم هاد عليو إن إلا بدي قبل لا بدي قلة أو مديسان أو هل كان إلا نلوا ذي جوجا إن أن aanu helo fursad iyadu oonan uuna baarlamaanku shirsaneyn ama uuna baarlamaanku furneyn taasina waxa weeyaan kalgacal waxa weeyaan walaalnimo waxa weeyaan qadarin kalsooni waxa aan jeclahay maanta inaan kelimad dheer ma oranayo laakiin waxaan jeclahay inaan fariin aniguna aan أنتبهوا يا حكومة أي دنيا دوكالتها دولة دو رموز كوهو وين حكومة ويسعطا ولا دورتا ولا ردا لكن دولة دو وقائم وين كل هدي علنكي دستوركي كل ياشي دولة دو مركز وحي كوبان تاه دستور كان شاقي علنكا لبدا بارلمان بارلمان كأي لبدا حبنود دولة قبالة ديو اسكو بيرتاي أي دولة دا دولة دا هدي ددوينها دورتاي وعلن كا كيني وهلجن كو كيني وصدي إن لغا تابتو مرة بار وحا أي دون ياني وحويا وحا أمانة ذا لنو ديبي أمانة ذا لنو هنا العرض جيسا جير كيسا حولي هيسا هرومر كيسا دوديسا إن أن أنجو أحسلنه هدي أن هيدت كيل دورتي إن أن مر والبمسك هذا كوهينه ددويني هنا دورتي محو نجسوية وحو إن نجسوية أي وحوي إن أنا ندي سقاب قبل سنين هرتبة وحو نجسوية أي وحوي إن أن دقيسنه وحو طبنا يا إن أن دقيسن وحا أدمال انتي الله كينبه aad ku soo toosaysaan inay noqdaan barakacayaasha sideen yeelnaa sideen uga saarnaa qahadka qahrigan iyo dhibaatadan sideen wadankoogii degmadoodii hantidoodii sideen loogu soo celin karaa in dawladdu waxay ay lahayd hanti ma guuraana
سيدي مشادي لو إليا سيدي هير هير دجياشا أما شرعي إلى يو هير إلى لنتوبا سيدي بي مواطن كستي أو صوماليا ودا شيء إن وغرتو إن جرتو دولة إلى لنس دولة حماية دولة أوغل إن ودا دير لمرت دولة أوغل إن دغيستو والول كيسة دباتو إنك أشيغاني وحا أكفر أحسن يهي ودن كيسو عزي له أو شرف له أو هراء أسعدة أيو آمسان يهي دم بيقى آد قاديسان هدي آد حل دبان نتهين إنا تهين كوي أول كبا حكومة دا كهر كوي متلي الربيتان كشعبي محايا لي وادي سو دورتي ماها قروح waxa la idinku doortay maaha karti ziyada ah oo la idinku doortay maaha lacag aad bixiseen maaha wax weeyaan kalsooni la idinku aaminay mustaqbal dawladeed mustaqbal dal la idinku aaminay rag iyo dumar dalin iyo waayeel waxa la inaga sugayay wax weeyaan inaan ka jawaabno rabitaanka shacabiga la nooma ogolaanayo إن دادوينه وكقاد النيات جب لما أقولانه لما أقولانه إن دادكي أي دورتين إنتي هاوشي اللو إغمدي أي قبل لهايين أي مدحة إسكو دفتان أقول وحال لأقول يهي إن السداء إسكو دوبناتان وحال لأقول يهي إن وحي نيدحة يدانو دكتان وحال لأباهن يهي إن كالقارتان وحي ماشا عدو تبقى نفتين أي دوني سي أما دنيهن خاص أضحاد كل هاي تبلاه يوم waxa aan jeclaa inaan soo tabiyo fariinteeda nuxurkeedu waxa uu yahay midnimo waxa weeyaan amaano 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 la noo dhiibtay waajibkeenna uu yahay in aan amaanada mar walba xasuusnaano inaan dadkeena ugu liita xasuusnaano in dadka wax sheeganaya inaan xasuusnaano سيدي أي وهري لهايين إن عن بسمه سلو كل هرين ودنك إن دفاعي سأن لو كل هرين إن هرو مركي سأن لو كل هرين إن دت كينو أي كفرحان وحان أي نو إجمدين إن عن سو ونكسن أو صحيحة إن عن رقبانين ما دونا يرين دغستان شيكا كلا وحان علينا madaxweena hadii la yahay wax weeyaan ninka dambigu saaran yahay ugu horeeyo isaga weey waan ogolnahay inaan is hoos digno umadeena inaan tusno inaan u adeegayno inaan tusno inaan daacad u nahay inaan tusno inaan nin walba xaqiisi u heli karay wadanka dhexdiisa ninka ee qaxootiyobay dalka uu tagay baa wax lagu siiyaa laakiin ka wadankiisa ku dhex qaxootiyobay cid wax siinaysa ay ma jirto waxa loo baahan yahay maxay u soo qaxootiyobeen in abaari keenteena waa jiraan dhulkoogii bay ammaanku waayeen ammaankii waa in loo soo celiyey waa in nabaddii loo soo celiyey waa in xoolahoogii loo soo celiyey وإن بيره يلو سعلي ودنك وحي يو كل يهين يوحي لغسو غيو لبضب إني فليان والله قدوني ما داحدو سي وحي كو خصبان تاي إني دقيسة تددوينة
sidaabu dalku hore ugu mari doona maanta anigu waxaan gaar idin arko idin arko idinkoo isgarab fadhiya marka aranaysa ay labada gool la hadli karo in yaani la ii fuliyo raqbadayda anna inaan waajibkayga fusho oon sheego waxa aan xambaarsanahay guul baan ii rajaynayaa horumar baan ii rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ammaanada loo dhiibay sideedii u fuliyey midnimadii kuwa adkeeya labada qolon xeer baa kala wada dadkeennu wuxuu yidhaahdaa xeer waa seeto weyaan xarig xeerku ku xidhaya xeerku dadkoo dhan buu ka sarreeya dadka oo dhan xeer baa ka sarreeya xeer la-aan waa la xooloobaa baa la yidhi xoolaha la noqonaya bani aadamba in xeerka labada golo ay ku midoobayaan nin walba wixii uu dastuurku u qoray yacni hawlo iyo waajibaad intaba uu ka heli karo iyagii oo ixtiraamaya iyagoo isqadarinaya in ay hawsha qaranka ay u hayaan bikulli ikhlaas ay fuliyaan waan hubaa kol haddii ay isgarab fadhiyaan maanta in dalkooga ay daafacayaan in ummaddooda ay dhagaysanayaan in ay wixii loo igmaday ay fulinayaan aad baan ugu rajo weynahay soomaaliya ha noolaato si aan cidhiidhi loo dareemin